سلام البنات، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال دائما يا رب. في الفيديو اليوم نقدم لكم الحرشه، ولكن الحرشه كما كنشروها من الزنقه، لان شحال من واحد كيتشكى بان الحرشه ديالو ما كتستقش، يعني كتفرتت كتهرز. اليوم نقول لك الا لا السر باش ما تهرزلكش الحرشه ديالك. تبع معي الفيديو ونبدا ان شاء الله بالمقادير. عندنا نصف كيلو ديال السميده متوسطه، عندنا كاس ما بين الزيت والزبده، ومعلقه صغيره تخمر هذه الحلوى، نص معلقه حتى معلقه صغيره ديال الملح على حسب، معلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الخميره. الخميره الى الخميره فوريه، يعني الخميره ديال عجينه الخبز هذيك الا بغيتي تعملوها باش كتجي شويه الحرشه رطبه، سينو ما تعملوها شي، يعني ماشي ضروريه. والسر انك باش ما تجيش الحرشه كتهرس، كتجي فحال الزقه ماسكه وقصحه وفي نفس الوقت مقربشه، هو كنضيفوا لك نص كيلو ديال السميده، نص كاس ديال الطحين، يعني الدقيق الابيض. هذا هو السر يا لالا، وانا متاكد الا جربتيها بهذه الطريقه ما عمرها تهرس لك وغترحمني عليها. نبداو في الطريقه ان شاء الله. واحد الانيه غنعملو داك السميده، من بعد نعملو واحد الحبيره صغيره هكذا، كنضيفو عليها داك الكاس اللي نص ديال الزبده نص ديال الزيت. نقدروا نحركو بالملعقه ولا نخلطو باليد ديالنا، راه فحال فحال، لان الحرشه ما كتبغيش العجين، يعني كفين نخلطوا المقادير مع بعضياتها باش كتنسجم وصافي. كنستمروا باش كيمتزج مزيان داك المكونات ديال الزيت والزبده مع السميده. عاد باش كنضيفوا لها انايا نص كاس ديال الدقيق الابيض، كذلك كنحركوا مزيان. وسد الحرشه كذلك هو ان العناصر كتنسجم مع بعضياتها مزيان مزيان، ديك الزيت الخميره الملح الدقيق، لذلك فاكثر يد الناس كتخلط هادشي هذا في الليل الا كانت بغاتها تفطر بها في الصباح مثلا، او العكس صحيح الا كان الواحد بغاها في العشيه في الصباح كيوجد هاد العناصر وكيخلطهم وكيخليهم يرتاحوا، والمرتاحوا كما كان مزيان لان العناصر كاملة كتنسجم مع بعضياتها، وكتجينا الحرشة أكثر مذاق وأكثر بنة. ثم كنضيفو الماء، الماء يكون دافي. هنا القياس الماء عندي نفس القياس الكاس اللي عبرت به الزيت مع الزبدة، عملت جوج الكيسان كافيين لهاد الحرشة هادي نص كيلو السميدة. انا واخا تشوف ان الخليط ديالكم خفيف راه ما تخافوش، لان السميده كتشرب دغيا السائل، يعني مباشره كتشرب، يعني بلا ما تخليوها هذيك 10 دقائق ولا 15 دقيقه، راه هي كتبداو تخلطوا فيها مزيان كتشرب ديك الماء، كتولي على هذا الشكل هذا. صافي هنا كنجيبو ديك المقله نطيبو فيها، سواء كانت المقله ثقيله بحال هادي اولا المقله ديال الطفال، راه كيف كيف. انا جربت بجوج جاني كيف كيف، وبالعكس جاني في المقله الطفال احسن واحسن. كنرشو المقله بالسميده وكنعملو فيها الخليط ديالنا. للاشاره هنايا الا بغيتوها تجيكم غليطه، عملوا ديك الخليط كامل نص كيلو كامل في المقله، سينو انا بغيتها تجينا رقيقه خليت واحد شويه غنعملو في المقله اخرى. تبقى عملت هنايا، طبعا النار ما خصهاش تكون ضعيفه، انما خصها تكون متوسطه الى طبعا مجهده شويه، وكنطيبها يعني بالنسبه للطياب راه كل واحد عارف القياس ديال، يعني كنبقاو ندورو في المقله حتى كتدهن من جميع الجوانب وكنقلبوها. طبعا حتى بالنسبه للقلب كل واحد راه كل واحد عنده ديك الحاجه اللي كيقلب بها، انا هنا قلبتها بالتفصيل الوحيد والحاجه ديال المطبخ اللي عنده وكيستعملهم وكينفعوه وكيجربهم معنا ديجا.
المهم هنايا هذيك النقله الطفل داك الشويه اللي خليتها نفس الشيء، عملت شويه ديال السميده، عملت فيها ديك الشويه ديال الحرشه اللي خليت، كنبسطها بيدي هكذا وكنطيبها بنفس الطريقه. ها انتم كتشوفوا ما كتهرس ما والو، كتجي غزاله غزاله ولذيذه. كنتمنى تجربوها وبالصحة والراحة، وشكرا لكم مسبقا، شكرا للدعم على التشجيع على مشاهدة الفيديو. إن شاء الله نتلقى فيديو آخر. السلام عليكم.